اليوم يا شباب بدنا نتكلم عن عملية ثانية من عمليات الضرب على المتجهات، والعملية هاي قلت لكم أكثر من مرة، تكلمت بجوز قلت لكم نسميها الكروس برودكت. خلينا نتعرف على الكروس برودكت ونشوف شلون ممكن نساوي الكروس برودكت ونشوف شو خصائص الكروس برودكت. الكروس برودكت يا شباب مثل ما قلت لكم هي عبارة عن عملية ضرب بين متجهين. أول شيء بدي دائما نظل مذكرين ومنتبه له أنه عملية الضرب هاي عملية بتكون بين متجهين، وناتجها وهذا هو الأهم هو متجه. ما بدي تخلطوا لي بينها وبين الدوت برودكت. الدوت برودكت بينهن الناتج العملية بيكون ثابت رقم، بينما الكروس برودكت بيكون متجه. طيب خلينا نشوف شو اللي صاير معانا بالموضوع، شو تعريف الكروس برودكت، شلون بعمل بيرفورمينج لكروس برودكت بين تو فيكتورز وما الى ذلك. اوكي خليني قبل ما نبدا اروح على تعريف الكروس برودكت. اوكي بعد إذنكم بس خليني أسوي هالشيء. أوكي بالضبط. أوكي خلنا نبدأ هون. The cross product. What is the cross product؟ خلينا نبدأ بالتعريف. بكل بساطة إذا كان عندي two vectors A and B، تو فيكتورز، الفيكتور الاول A احداثياته او خلينا نقول الكومبوننتس تاعته A1 A2 A3. طبعا مش ما قلت لكم اذا بتحبوا تحطوه بI J K، طبعا انا حطيته هون بI J و K وحطيته بدون I J و K بشكل عام، وبنشوف شو اللي بدنا اياه. انتوا حرين يعني بصير لكم الخيار انه بدك تستخدم ها تستخدم ها، بلقى هذول اريحني مش عارف. وكان عندي فيكتور ثاني احداثياته بي 1 بي 2 بي 3، then the cross product بنرمز له بعمليه الضرب العادي because it's across تقاطعي is given by، راح نقول a cross b يساوي محدده. يا شباب هاي محدده على فكره، هاي مصفوفه راح تكون، ما بعرف اذا اخذتوا مصفوفات المكان ولا لا، بجوز في منكم اخذوهن. هاي الرمز رمز محدده مش قيمه مطلقه، بدنا ننتبه. فبالتالي المحدده بنحط هون I, J, K، بعدين نحط الفكتر الأول إحداثياته إحدى معاملاته، يعني معاملات I معاملات J اللي هو الإحداث الثاني، معامل K الإحداث الثالث، بعدين الفكتر الثاني. ديروا بالكم العملية مش تبديلية فالترتيب مهم، وبعدين راح أكتب لكم إياها ملاحظة هاي. بعدين راح يجيني الإحداثي B1 بعدين B2 بعدين B3. This is equal to what؟ شلون بدي أساوي؟ كل بساطة بدي أقول هذا بيساوي التالي. بالأول مثل ما قلت تون بتحطوا لي إشارة موجب، أوكي هاي موجب، بعدين بتحطوا نفس الشيء إشارتين المحددة يا شباب لا أكثر ولا أقل، هاي مضروبة بالآي، أوكي شباب هاي الآي كفكتر. طبعا شو ما داخلها هاي الإشارتين، لانه احنا يا شباب ما بعرف اللي منكم اخذ الماده هاي بجوز بعرف، احنا عندنا هون مصفوفه فيها ثلاث صفوف، صف صفين ثلاث وفيها ثلاث اعمده، فاحنا بنعمل لها ريدكشن لمصفوفه اثنين باثنين، وهاي سهل اني احسب المحدده. هسه بقول لكم شلون نحسبها، بسيطه جدا. صح كل بساطه اللي بتساوي لي بتروح بجوز في منكم بيعرفوا الشيء هذا، بتلغي لي الصف تاع اي جي كي وبتلغي لي عمودها، فرح ضل عندك A2 A3 B2 B3، بنحط اياهم هون، هذول راح يكونوا معاملات I الجديده، بس بدنا نساوي عليهم عمليه حسابيه والاشاره هون موجبه. بعدين يا شباب بترجع بتساوي لي نفس العمليه، بس معامل J بتشطب صفه وعموده، اوكي. بعدين شو بده يضل عندك بالمصفوفه هاي A1 A3 B1 B3، تعبي لي اياهن هون. بس الاهم لما نيجي لمعامل جي شباب الإشارة هون ما خارجه تكون
سالبي هاي الإشارة هون أوكي، فبدي تنتبهوا لها. ولما نيجي لمعامل كي بالكروس برودكت راح يكون عبارة عن نفس المنطق، هذا الصف ما بدي إياه وهذا العمود ما بدي إياه، راح أظل عندي A1 B1 A2 B2، هذول معاملات الكي. شلون بدي أساوي عملية ال ال شلون بدي أساوي العملية هاي؟ كل بساطة لما أجي أساوي هون كل بساطة راح أساوي طلعوا الأسهم اللي أنا حاطهم هون، راح أضرب هذا بهذا وأطرح منهم ناتج هذا بهذا. خلينا أحط عليها إشارة سالب بلون مختلف مشان تنتبهوا لها، بطرح منهم طرح هذول بيناتهم على السهم هذا بحط طرح، ونفس الشيء هون يا شباب، ونفس الشيء هون كي شباب. فإحنا بنضرب هذا بهذا A2 B3 إذا بتشوفوا تحت، بطرح منهم حاصل ضرب هذا بهذا ناقصا A3 B2، هذا مضروب بالآي. At the same time نفس الشيء بقدر أقول A1 B3 بعدين A3 B1، وديروا بالكم بنزل إشارة هون سالب K، بعدين A1 B2 بعدين A2 B1، بس برضو الإشارة هون طرح سالب يا شباب أوكي. بدي أنتبه، فأنا بضرب هذا بهذا ناقص هذا بهذا، فالعملية بسيطة وبشكل العملية. إذا بدكوا تحطوهن بلغة الأقواس، إذا بدكوا تحطوهن بلغة الأقواس، هذا الجوسون الظاهر لازم أسكره الصحيح هيك، وهذا لأنه في إشارة سالب هون أنيها ومش هاي القضية. إذا بدكوا تحطوهن كأقواس زي هيك كل بساطة أنا بفضل تساوي نفس العملية. تقدر أنت شو تساوي؟ الشيء التالي، بتحط المصفوفة هاي زي ما هي، فبتقدر تقول إنه الـ A كروس B عبارة عن، حط المصفوفة هاي اللي هي 3-3، بس مشان تضمن حقك بالصف الأول حط هيك خط، بس إنه أنت لما تحل بينك وبين نفسك على الورقة ولا كذا حط خط هيك، بعدين حطهن A1 A2 A3 بعدين B1 B2 B3. كل بساطة شو اللي راح يصير؟ أنت بدك اللي بتساويه كالتالي، بتقول ما بديش العمود هذا، هذا مسامحك فيه ما بدي اياه اوكي. فاول شيء هون راح يكون عباره عن A2 B3 ناقصا A3 B2، خلصنا. بعدين اللي بعديه بشطب هذا، بعدين المركب الثاني هاي اللي راح تيجي هون، ديروا بالكم اهم شيء الثاني هاي تحطوا لي فيها اشاره السالب هاي. بعدين راح تقول لي A1 B3 بعدين ناقصا A3 B1، انتهينا. بعدين بشطب هذول، بعدين بقول A1 B2 بعدين ناقصا B2 ب A2، بيكون خلصنا. وهيك بكون اوجدت الفكتور اللي هو الكروس برودكت بتاعهم. طبعا هاي اني كنت بجوز على اساس اني مستنبطها من فوق استنباط، اني بدي اشيل I و J و K، بس اذا بدي اشيل I و J و K ببدل ال K بقوسون، ببدل هون بحط قوس بشيلهن وبحط بدالهن فاصلة فاصلة اوكي، وبشيل الجمع هذا. بس ديروا بالكم للطرح هذا لازم يظل موجود. طيب خلينا نشوف لنا مثال على هالشيء هذا. طيب لو اعطاني 2 فيكتورز مثلا هون يا شباب، given A بيساوي 1 2 3، بدكم اياهم بالاي والجي والكي العادي، بي بيساوي ناقص 2 1 5، بقول لي فايند A كروس B. واتس A كروس B؟ زي ما سوينا قبل شوي راح يكون عباره عن، زي ما سويت لكم قبل شوي، لان مثل ما قلت لكم بلقاها اريح لي اذا بحل بيني وبين نفسي. طبعا امتحانكم غالبا مش راح يكون ورقي، فبالتالي مش راح تلزم بالرموز I و J و K زي ما بالكتاب أو زي ما السؤال راح يجيك، بس بدي تنتبه لهالشيء. فبكل بساطة راح يكون عندي اللي راح أساويه، بحط المحددة مثل ما قلت لكم، بحط لي خط هيك مشان أضمن إنه هون كان في I و J و K، وهاي 3-3، بشطب هذا بقول 2 بخمسة 10 ناقص 3 بواحد 3، 10 ناقص 3 7، وهذا العمود للأسف العنصر الأول. بعدين بنقول بشطب هذا
بس ديروا بالكم لما اشطب هون بدي تحط براسك انه في اشاره ماينس صوت لا تنساها. فهي راح تكون 1 ضرب 5 5 ناقص, ديروا بالكم يا شباب, ناقص ناقص 2 ضرب 3 ناقص ناقص 2 راح تكون 2 ضرب 3 6 وهون عندنا 5 راح يكون عندي 6 ناقص 5 شكلني غلطان فيها بلا نتأكد, 1 ضرب 5 5 خلينا نكتبها على جنب, ناقص بعدين راح يجيني ناقص ناقص 2 ضرب 3 ناقص 6 بالتالي الكل 11 وإشارة سالب لازم تكون عندي فعلا لازم يكون عندي ناقص 11. اوكي شباب, بعدين اخر عنصر بدي اجيبه بشطب اخر واحد راح اقول 1 بـ1 1 ناقص 2 2 ناقص 2 طبعا راح يطلع ناقص 4 وفي سالب راح تيجيني من القاعدة هاي لانه راح يكون هون ناقص فراح يجيني 4 و1 5 فكون هيك اوجدت الكروس برودكت. عملية بسيطة جدا وما فيها مشكلة على الاطلاق. اوكي شباب, خلينا نجي لخصائص الكروس برودكت. خلينا نجي لخصائص الكروس برودكت. شو اللي راح يصير عندي يا شباب بالكروس برودكت؟ اول خاصيه بدي تنتبهوا لها الخاصيه هاي بتقول كل بساطه الكروس برودكت اوف تو فيكتورز A اند B. شو الكروس برودكت للA والB؟ بيكون is perpendicular. perpendicular أخذناها زمان كثير, نفس الكلمة يا شباب لو سمعتوا فيها بالامتحان orthogonal نفس الشيء, بيكون perpendicular to A and B. شو معنى هالكلام؟ تطلع مع الرسم تحت عندي هذا مستوى أو مستوي البلين هذا P, في عندي two vectors A and B. هذول التو vectors, هذول التو vectors الA and B بيكونوا موجودات بمستوى معين. خلينا نقول المستوى هذا, إذا عملت cross product للتو vectors هذول بده يطلع الفكتر الناتج الجديد عندي هذا بده يطلع معامد على الA والB. شو يعني معامد على الA والB؟ نتذكر إنه يعني الزاوية هاي راح تكون 90 درجة والزاوية هاي at the same time 90 درجة يعني. اوكي شباب, بده يكون معامل على 2 more precisely خلينا نقول او اكثر تحديدا لcross product of a vector A and B is perpendicular to the plane which contains A and B. يعني بكل بساطة هذا المتجه رح يكون عامودي على البلين, لأنه طلعوا أنت لو زحته بأي مكان بده يكون عامودي على البلين. فليش بدي إياها هاي المعلومة؟ هاي المعلومة مهمة كثير يا شباب ولقدام رح نستخدمها. فحط ببالك دائما إذا قال لك بدي عامودي على متجهين مباشرة بتروح تركض على الكروس برودكت إلهم, تساوي الكروس برودكت إلهم رح يكون عامودي عليهم. قال لك بدي عامودي على بلين بيحتوي عندي تو فيكتورز مباشره بتروح بتوجد كروس برودكت لهم. اوكي شباب, فهاي بجوز من اهم النقاط او الخصائص للكروس برودكت اللي بتعنيني انه دائما عندي الكروس برودكت اوف تو فيكتورز معامد عليهم وبالتالي معامد على البلين اللي بيحويهم. وي هاف تو كيپ ات ان اور مايند. اوكي, الخاصية الثانية قانون الساين. قانون الساين بهمني كثير يا شباب الصحيح. شو قانون الساين بيقول؟ إذا بتتذكروا إحنا أخذنا قانون للكوساين. قانون الكوساين كان بيقول, إذا بتذكر كويس, كان عندي A dot B بيساوي the norm of A
times the norm of B times cosine the angle between them. لو كوساين الزاوية بينهم. اوكي. طيب شو قانون الساين؟ قانون الساين almost the same. من هون نفس الشيء. بقول طول A بطول B في كوساين الزاوية في ساين الزاوية بيناتهم عسف. لأنه قانون للساين. بس هون شو في عندي يا شباب؟ عندي طول the cross product of two of A and B. يعني بتوجد الكروس برودكت ليهم اثنين بيطلع عندك اللي هو طوله بيساوي طول A بطول B بساين الزاوية بيناتهم. اوكي يا شباب. فبالتالي طول A كروس B يساوي طول A في طول B في ساين الزاوية بيناتهم. ظلوا مذكرين الثيتا اللي هي الانجل بتوين these two vectors. اوكي يا شباب. بيش بتخدمني هاي مرات؟ بتخدمني مرات يا شباب انه ما بعطيني معلومات عن الـ A والـ B. ما بتعطيني معلومات. يعني مرة خليها ممكن نعطيكم مثال اذا لقيت بالاسئلة او كذا بعد شوي على فكرة معينة. بس لازم انهي بعض الاشياء الصحيح عشان اربط معلومات ببعض ونشوف في المضى. اوكي يا شباب. الخاصية اللي بتهمني الثالثة بتقول لي انه الكروس برودكت is not commutative. This is A. Okay. It's not commutative. ليش not commutative؟ بس قبل ما نشوف ليش not commutative شباب commutative يعني تبديلي. يعني احنا بنعرف في عمليات عندنا مثلا طفولية خلينا نقول الجمع العادي حتى جمع الارقام نعرف انه بجمع A زائد B نفس المعنى نقول A B زائد A بضرب A B نفسه B ب A بالفكترز قلنا الفكتر A زائد الفكتر B بتساوي B زائد A it's the same. طبعا ما فيش ضرب بالفكترز زي ما اتفقنا. الضرب بالفكترز مختلف. الضرب النقطي مثلا بالفكترز قلنا تبديلي يعني A dot B نفسه B dot A. بس هل هذا الشيء بنطبق على الضرب التقاطعي؟ لا طبعا الضرب التقاطعي مش كوميوتيتيف لسبب بسيط جدا اللي أخذوا معنا لينير الجبر زمان بيعرفوا انه الترتيب هون عندي مهم مش معنا يعني معي أخذوا بشكل عام لينير الجبر بيعرفوا انه الترتيب مهم يا شباب. الترتيب مهم بتعريف الكروس برودكت. يعني بكل بساطة أنا إذا بدلت هذول يعني شو معنى B cross A؟ B cross A يعني بتجيب معاملات ال B بتحطهم بالسطر هذا يعني بتبدل السطر هذا بالسطر هذا. اوكي يا شباب احنا بنعرف انه اذا بدلت صف بصف لازم المحددة الجديدة تنضرب بسالب. هاي معلومة اللي بعرفها. اوكي ما بعرفهاش حطها ببالك انه اذا بحسب محددة هاي الشرطتين قلت لكم عنهن وبداخلها مصفوفة اذا ببدل صف بصف لازم اضرب محددة المصفوفة الناتجة من هالتبديل اضربها باشارة سالب. اوكي يا شباب. فلهالسبب في عندي شيء بغطيني بسيط جدا. اوكي انت بتقول لي مش تبديلي بس في علاقة بيناتهم. العلاقة بتقول انه بكل بساطة A cross B بتساوي سالب B cross A. اوكي يا شباب. عكسه بالإشارة بس فقط لا أكثر ولا أقل. شو يعني عكسه بالإشارة؟ عكسه بالإشارة يعني يا شباب أنت قاعد بتسولف عن هذا هندسيا زي ما كنا نتعلم أنه أو زي ما حكيت قبل شوي إذا بتتذكروا قلت لكم فعليا إذا في عندي بلين مثلا وفي two vectors A and B this is B this is A these two vectors A and B فالcross product I gonna use the red color. الكروس برودكت راح يكون اللي هو عامودي عليهم. اوكي يا شباب. بينما ناقصه راح يكون بالعكس بالاتجاه. هيك هندسينا تعلمنا. احنا قلنا سالب الفكتر يعني عكسه بالاتجاه. صح ولا لا؟ فاذا كان عندي هذا A هذا B هذا راح يكون A كروس B
عمليا العكس بالاتجاه لا بيكون انت بتحطه بي كروس اي لان الفرق بيناتهم اشارة سالب او سالب اي كروس بي لانهم متساويين فعليا. فبالتالي يا شباب بعد شوي راح اقول لك مثلا اوجد لي عمودي على البلين او اوجد لي تو فيكتورز بيربنديكولر على البلين او احيانا بقول لك اوجد لي تو يونت فيكتورز بكون عموديات على البلين او فايند ذا فيكتورز حتى على العموم بيربنديكولر تو ذا بلين بدك تكون حاط ببالك انه في عندي اثنين الفيكتور العمودي وعكسه بالاتجاه. اوكي يا شباب الهن اسم بعد شوي راح نشوفهم بالاكسرسايز راح نحل عليهم سؤال. اوكي يا شباب فبدي تحطوا ببالكم هالشيء. فدائما عندي A كروس B لا تساوي B كروس A بس بالواقع بتساوي عكسها بالإشارة يعني A كروس B بتساوي ناقص B كروس A. هاي الملاحظة حبيت إن نلاحظها ضرورية جدا الصحيح. أوكي الرابعة اللي بدي إياها شو بتقول؟ بتقول the volume of the parallel pipe هي هاي مش بروبرتي ملاحظة بدي إياها صحيح. Whose edges are the vectors A, B and C is ال volume هاي V volume شباب راح تكون مطلق A cross B dot C. اوكي شباب راح تكون مطلق A cross B dot C يعني ال cross product لل A مع ال B dot C. بس شو ال parallel pipe وشو ال edges اللي هم الفيكتورز هذول. خليني اروح ارسم لكم رسم بسيطه ولو اني بنقدر نرسمها هون مشان نفهم شو اللي بدي اياه هون الصحيح مشان نقدر نطبق لما نطبق تكون الامور انها واضحه. البارالل بايب يا شباب بجوز بالعربي والله ما بعرف شو ترجمته الحرفيه الصحيح فعليا نطلع على الأمور من زاوية معينة. إذا كان عندي هون بلين كي شباب بالبلين هذا في عندي two vectors A and B أنا صح بجوز لازم زدت شوي الصحيح وسعته مش مشكلة بنضبط الأمور إن شاء الله. شكلي مش دقيق كثير بس تحملوني المشكلة ما بعطيني أبعاد بطريقة صحيحة للأسف. anyway خليني هيك شوي. اوكي هذا عندي A عندي B وعندي فيكتور ثالث C اوكي هذول موجودات ببلين فانا بكل بساطه اللي راح اسويه اي gonna remove this الصحيح خلينا نشوفها زي هيك خلينا نشوف كل هاي المنطقه البلين تاعنا مش مشكله بعدين بخلي الامور تصير مع بعضها. اوكي this is a this is b خلينا نقول this is parallel to b يعني b فعليا
هذول انا حطيت كفلهم بالاسهم، انا المفروض احطهم بجوز خطوط هذول الكمالي، بس يعني ما فيش مشكله على فكره رياضيا وهندسيا انه صحيح حتى لو حطيته اسهم. اوكي يعني نوعا ما حاولوا تخيلوا اللي مش متوازي مستطيلات، اللي ممكن لانه متوازي مستطيلات بيكون ان هذول نفسه حاله خاصه منه بس بتكون الزوايا قائمه، لانه متوازي مستطيلات تعرفوا بيكون كل الزوايا قائم بالمية، هذا بيكون في حرف معين بغض النظر. ما بيهمنيش هذا الكلام كله، بس بدي تخيلوا الشكل لا اكثر ولا اقل. اللي بيهمني انه تعرفوا انه اذا كان عندي 3 فيكتورز this is a this is b، هاي بدي اياها هون طبعا بلاش تخلطوا لي، وهذا c، فبكل بساطه بقدر اوجد حجم المجسم هذا. حجمه بكل بساطه القاعده بتقول لي انه الفوليوم بيساوي القيمة المطلقة للـ A كروس B، يعني بتأخذ اثنين منهم بغض النظر شو اسم مين A ومين B، بعد ما تعمل كروس برودكت بتعمل دوت برودكت مع الثالث، بس تعمل دوت برودكت بتأخذ المطلق بتطلع معك الفوليوم لا أكثر ولا أقل. شيء بسيط جدا يا شباب، شيء جدا بسيط، بعد شوي راح نحل عليه إن شاء الله بس لما أخلص الأفكار كلها. اوكي بس دير بالكم الايجز بتي نكون ايش عباره عن فيكتورز، الايجز يعني الحواف. اوكي شباب هاي القاعده. اوكي خلينا نروح نحل اسئله مع بعض من اسئله الكتاب. هاي الافكار الاساسيه فيها، في خصائص ثانيه طبعا اذا بدكم تشوفوها اقراوهن قراءه لا اكثر ولا اقل، غالبا ما راح نكون ندقق عليهن كثير. شيء ضروري انا راح اعطيك اياه ضروري فالضروري لا اكثر ولا اقل. طيب وصلنا للاكسرسايزز، كل بساطه بقول لي خلينا استعرضهم معكم بالاول ونقرر شو بدنا نحل مع بعض، بعدين بنرجع نحل فيهن واحد واحد. بعد معنا قريب الثلث ساعه اظن بخدمنا ان نحل اشياء. اول شيء بقول لي كالكوليت من 1 ل 20 كالكوليت، احسب بس حسابات. عندي فيكتورز عاملين هن كروس برودكت، عاملين هن كروس برودكت ذن دوت برودكت اند وات ايفر. خلينا نحل 15 مثلا، هذا عباره عن كروس برودكت لا اكثر ولا اقل. هذا ما فيه شيء مميز. خلينا نحل مثلا 20 برضه إذا أسعفنا الوقت. السؤال اللي بعديه بيقول لي find the unit vectors which are perpendicular to both A and B. طلع بيقول لي unit vectors بالجمع يا شباب مش بالمفرد. ليش؟ لأنهم اثنين راح يكونوا، يعني بيقول لي أوجد عمودي على هالتو vectors. بس بده إياه unit وجمعهم صاروا vectors فبالتالي هم اثنين. هذا بدنا نحله. 22 زيه. من 23 ل 26 بيقول لي find unit vector n مسميه which is perpendicular to the plane اللي بيحوي النقاط b q r، ومعطيني شو هن النقاط، ومعطيني بيقول لي برضه بده طلب ثاني بيقول لي find the area of triangle مثلث b q r. هذا بس نيجي له راح احل لكم 23، بس نيجي له راح نحله مع بعض ونشوف شلون بدي اوجد المساحه وبدي اوجد التو نورمالز هذول، لانهم هم تو نورمالز الصحيح، هو طالب واحد بس بقدر اوجد تو نورمالز. اعذروني بستخدم كلمه نورمال راح نرجع ناخذها بعدين، فهم التو يونت فيكتورز هذول بتكلم عنهم، هم بده واحد بس احنا راح نوجد اثنين لانه الثاني ايجاده سهل بس تضرب الاول بسالب. هون بيقول لي بيقول لي find the volume of the parallel pipe with the edges given by، راح نحل 28. إذا بتحبوا من حل 29 إذا أمكننا بس ما بوعد.
اوكي والباقي اظن كومبيوتيشنز بروفز وما بروفز اني اي دونت كير اباوت ات الصحيح طبعا 30 زيه هون بس بدك تستاهل من الخصائص الخصائص ما وقفتش عليها كثير اللي بحب بحل فيه هنا دوره مش غلط يعني كلها اشياء اظن اي دونت كير اباوت ات كثير الصحيح خلينا نرجع نحل الاشياء اللي حددناها اول سؤال اللي هو سؤال 15 اللي بدي اياه اني اوجد الكروس برودكت للاي جي كي يعني 1 1 1 كروس 2 اي يعني 2 و0 وكي يعني معاملها كي 1 1 بعدين 20 بعدين برجع باخذهن 1 1 20 بدي اوجد الكروس برودكت بتوين طلع حاط لها اقواس سوني شباب بالاول بده الاي ناقص جي الكروس اللي هو جي ناقص كي معمول الكروس ل اي زائد 5 كي في فرق يا شباب بين 19 و20 اي ناقص جي كررها صح لا في الاقواس صح ماخذ اول اثنين هون وماخذ اخر اثنين هون اوكي جي ناقص كي معمول له كروس برودكت مع نو اي جي جي زائد 5 كي ونسكر القوس اوكي السؤال الاول بكل بساطه اللي هو سؤال 15 هذا بس تطبيق مباشر على الكروس برودكت بده توجد الكروس برودكت ارجعوا للنص بالكتاب طبعا للتو فيكتورز اللي هم اي زائد جي زائد كي مع 2 اي زائد 0 جي زائدا كي اللي انا بقدر اكتبه طبعا الكروس برودكت للاي مع البي بدي اسميهن اي بي بتساوي مثل ما قلت لكم او اذا خلينا نقول خلينا نخلي لكم اياهم بالاي والجي والكي لان حليت قبل شوي بالطريقه هذه خلينا نحل المره هذه بالطريقه هاي مشان تلفوا الاثنتين هو مش طريقه صحيحه هاي ترميز لا اكثر ولا اقل 1 1 1 بحافظ على الترتيب ضروري بعدين 2 0 1 هاي بتساوي معامل الاي انسى الصف والعمود هذول راح تكون 1 1 1 ناقص 0 فهي راح تكون 1 فبالتالي 1 مضروب في اي يا شباب ضلوا مذكرين في اي بعدين بده يجيك اشاره سالب من القاعده ايه غمقت الاي بديش احط عليها سالب بعدين بدي عمود اي انسى وصف راح تجيني 1 1 ناقص 2 1 اللي هي ناقص وبالتالي في ناقص برضو راح تصير ايش موجب جي عشان اطلع من الحرج من مره بعدين كي راح تكون 1 بـ0 ناقص 2 كي خلاص خلصنا سؤال 20 شو اللي بده اياه فيه بده اوجد الكروس برودكت بتوين بالاول بدي اعمل الكروس برودكت اي ناقصا جي بدي اعمل له كروس برودكت مع ناتج الكروس برودكت من مين من اي ناقص كي او جي اسف ناقص كي مع
جيزر 5K. دكتور دقيقة أنا حاسس إني غلطان بشي صح؟ صحيح. ثواني تحملني ثواني بس. شخصنا. تفضل. بالنسبة للي فوق 15 أيها هاي. جي بتطلع سالب ولا موجبة؟ أيها جي لا سالبة. تذكروا يا شباب خلينا أحط لك إياها بطريقة ثانية نستنى شوي بالله خلينا نتبع مع بعض. شباب بدي تحطوا لي هيك زائد ناقص زائد اوكي هنا اللي بخربت النظام. بدي هاي بدي تنتبهوا لها. خليني اسوي لك اياها بطريقه ثانيه بس اخشى انا والله بين وبين بصمتكم اياها تبصيم قلت لكم اسوي لي كذا وكذا وكذا لانه معظم بجوز في معظمكم مش ماخذين لينر الجبرا ولا باخذ فيهن اكثر الصحيح. اللي بصير معي يا شباب شو بساوي انت؟ صح بتشطب صفه وعامودها بس اللي بحب اساويه دائما خليني اوريكم هالشيء دائما بس خليني اطمس بدي اطمس العمود بلون اخر بديش الازرق لان الازرق مستخدمه طلعوا لي عليه امل انه توضح الفكره اللي بدي اياها. شلون بدي تقراوا لي اياها هذول بدي تقراوا لي هنا صح باللغه هاي بس ما حبيت افصل. هاي تساوي زائدا اي اوكي شباب هاي الزاويه بدي اياها اشتركت بين اللونين هاي بدي اياها بدي تقراها زائد اي مضروبه في محدده هسه اللي بضل معك يعني وكانك بيقول لي زائد اي ضرب مين طلعوا زائد اي هيك بدي تقراها زائد اي ضرب هالشيء اللي ضل معك اللي هو 1 1 0 1 بعدين خلصنا من هاي بنقول على اللي بعدها كانت عندي اي هون هذا دائما بدك تضل شاطب لي بعدين بدي يجيك مين خلينا نقول راح يجيك ك هذا بدك تشطبه تمام فراح تروح تقاطع اللونين هذا راح يكون ناقص جي بنفس المنطق ناقص جي باللي ظلن مش مشطوبات بتحطوا لهن طبعا هذول اعذروني شباب لازم احط عليهم اسهم لانهم متجهات محدد مين اللي ظلن 1 1 2 1 بجوز اني باقي غلطان بشيء اوكي بعدين نفس الشيء بدي تنسوا لي هاي اللي بالاحمر حطيتها ونيجي على اخر جزئيه هاي نفس الشيء بتشطبوا لي اياها وتقول لي زائد كي وهذا فيكتور مضروبا ب ايش اللي ظلين 1 1 بعدين 2 0 هسه هذا شو بدها تساوي لي؟ بدها تساوي لي لا بتخلي الاي والجي والكي لا بتحطهم اسهم زي ما قلت لكم انتم حرين خلينا زي ما يعني راح تصير 1 ضرب 1 هاي ضرب هاي ناقصا هاي ضرب هاي فواحد ضرب 1 1 ناقص 0 ب1 0 فراح تعطيني 1 1 مضروب بالاي راح تعطيني اي نيجي على الثاني راح اقول هاي ضرب هاي 1 ب1 ناقصا هاي ضرب هاي 1 ب1 1 ناقص 2 ناقص 1 وفي ناقص جي برا راح يصير زائد جي يا شباب طيب اخر واحده راح يجيني 1 ضرب 0 هاي ضرب هاي ناقص 2 ب1 1 ضرب 0 0 ناقص 2 ب1 راح يصير ناقص 2 صح ولا لا يا شباب؟ فبالتالي هاي ناقص 2 كي وضحت هسه؟ الجواب اللي قبل شوي كان معنا نفسه ولا كان في خطأ؟ ايوه فهمت لا هو
نفسه، بس مشكلتي كانت بالسالب انه منين اجت، ايوه انه لا حتى هاي من صعب. القاعده، ديروا بالكم من القاعده، قلت تمام لكم البدايه وزعوهن، اذا بترجعوا على الشرح بالبدايه جزء نسيتها، فبالتالي اذا بترجعوا على الشرح بالبدايه، لا انا نبهت انه في سالب هون، الاحداث تاع جي لازم يكون في سالب، هذول اللي اخذوا لينير الجبرا المفروض بيعرفوا في شيء اسمه كوفاكتورز والاشياء هاي، فالكوفاكتورز لازم للجي تكون سالب. اوكي شباب، فبدنا ننتبه. احنا هون مش بلينر الجبرا، بدها تعرف توجد هالمحدده، لانه احنا اصلا الكروس برودكت بالمعنى هذا ما بنتكلم عنه الا لا فيكتورز اللي هم بال3 دايمنشن الصح. بال2 دايمنشن ات دزنت ورك. ليش شباب؟ لانه قاعدين بنقول انه الفيكتور هذا اذا كان عندك متجهين يكون عمودي عليهم. ما بقدر اتكلم عن متجهين بالبلين واقول والله في متجه، هذا لازم يطلع، فبده يطلع بده يطلع بالفراغ، صح ولا لا؟ فهذا الشيء مش معرف الا عندي لثلاثة ثلاث، فبالتالي بتكلم عن مصفوفة ثلاثة ثلاث، مش راح اتكلم غير عن الشكل هذا، فما بهمني نفوت محددات وقصص والافكار تاعتها. اوكي، نعرف نساوي هالكلام، ومثل ما بقولوا كثر الله خير. اوكي، نرجع لهون. هون بكل بساطه، بكل بساطه انا اللي راح اساوي، راح اساوي الكروس برودكت لها، بعدين الكروس برودكت مع هذا. هاي اظن نقلتها صح من الكتاب، اظن اني نقلها صح. فالكروس برودكت لهذول الاثنين، يعني انا بكل بساطه شو اللي راح اسوي؟ راح اقول بدي الكروس برودكت لاي ناقص جي، عادي اكتبهم بالصوره هاي ما في مشكله. الكروس مين؟ محدده اي جي وكي. هون عندي صفر وهنا صفر، معامل جي هنا واحد، لانه ما في اي على فكره ظاهري باثنين، عرفت ليش حطيت صفر وصفر؟ بعدين معاملات جي واحد وواحد، معاملات كي ناقص واحد وخمسه. وراح ارجع انسخهم نسخ، راح اقول اي، طبعا ما فيش داعي انت بتقدر تكتب هذا تساويه على جنب وترجع تعمل له كروس معها، بس انا بدي مشان اوفر على حالي بجوز، مع اني ما بوفرش حالي بالطريقه هاي بجوز. اي مع جي بعمل كروس برودكت مع ناتج عملية الكروس برودكت هاي. شو ناتج هاي؟ شباب بدي اسويها بسرعة. بدي احط اي، بدي احط جي، بدي اخلي الاشارات بيناتهم، بدي احط كي، بدي احط اخلي الاشارات مشان اعرف شو الارقام اللي بتطلع، ومشان الاشارات اللي قبل شوي نوهنا ليها. هون الاي اشارتها موجبة، فبدي اشطب صفة وعامودها، راح اضل عندي واحد بخمسة ناقص صاير راح تطلع ستة. تبعوا وراي. بعدين الجي بدي اشطب صفه وعمودها، بس بدي دير بالكم بدي اكون سالب، بس اذا شطبت صفه وعمودها راح حصل صفر بصفر ناقص صفر بصفر، راح تعطيني صفر. صفر بخمسه ناقص صفر بناقص واحد راح تعطيني صفر، فبالتالي هي سواء سالب ولا موجب هاي صفر. بعدين الكي بدي اشطب صفه وعمودها برضه راح تعطيني صفر بواحد صفر بواحد، راح تعطيني هاي برضه زائد صفر. فبكل بساطة هذا راح يكون اللي بدي اياه جديد عبارة عن اي ناقص جي، معمول الكروس برودكت مع ستي اي فقط يا شباب، لأنه هاي صفر وهاي صفر، وهاي بلغتنا شو راح استفيد منها بالأخير؟ راح احط اي ناقص جي معمولها كروس برودكت مع ستي اي راح تساوي نفس الشيء، احط اي جي كي، اي وجي وكي، معاملات الاي معامل الاول واحد، معامل الثاني سته بحطهن، معامل الجي هون ناقص واحد، معامل الجي هون ما فيش صفر، معامل الكي هون صفر، ومعامل الكي هون صفر. وإذا بساوي هذا الشيء راح يكون بيساوي نفس الشيء، إذا شطبتن راح تطلع صفر ناقص صفر صفر، هذا معامل الاي. معامل الجي إذا شطبتها راح تطلع هاي واحد بصفر ناقص ستة بصفر صفر.
معامل الكي إذا شطبته راح تطلع 1.00 ناقص 1.16 راح تطلع 6، فالجواب راح يطلع 6 كي. اعذروني يا شباب بدي أحطه هون بعيد شوي عشان هاي المسج اللي بتطلع لي بتزعجني ومرات ما بتغلب عليها للأسف إلا أني أسكر الشير كله أرجع أدخل مرة ثانية. أوكي سهل الأمور إن شاء الله. خلنا نرجع نشوف إن نحل نكمل بالأسئلة اللي حددناهم. بدي برضو سؤال، هذول الانترستينج أكثر يا شباب بلزمني أو بعنيني أكثر. زي سؤال 21، سؤال 21 شو بقول لي؟ بقول لي find the unit vectors. هو بقلبه بقول لك find two unit vectors لأن أنا بعرف إنهم اثنين صحيح، وبدي إياهم unit vectors which are perpendicular to both، معامدين على مين؟ الفكتور الأول، وطلعهم مش معطيني إياه بأو جي وكي، غمقوا أعطاني إياه بلغة النقاط، فهو أعطاني إياه عبارة عن 1.3 - 1، والفكتور الثاني بي عبارة عن 2.01. بده 2 unit vectors perpendicular على هذول الـ 2 vectors. بكل بساطة إذا رحت للوايت بورد، أوكي عندي بده 2 unit vectors perpendicular لهذول الاثنين أو للـ 2 vectors هذول. شو اللي راح يصير معي يا شباب؟ مثل ما رسمت لكم قبل شوي، عندي 2 unit vectors أو 2 vectors آسف، واحد اسمه A والثاني اسمه B. بتوقع في واحد عليهم معامد بالاتجاه هذا مثلا، وفي واحد معامد بالاتجاه الثاني. اوكي يا شباب، خليني اسميهم this is A and this is B. This is A cross B. This is A cross B بإشارة سالب، أو اللي هو B cross A. طبعا يا شباب بدي كمان 5 دقائق، اللي بده يطلع لأنه انتهت محاضرتنا بيقدر يطلع، وإحنا بالنهاية بنحل بأسئلة وراح نسجل المادة وراح ننزلها بعد شوي أكيد. فالبدو يطلع بيقدر يطلع، البدو يكمل معي يضل معي. بدي 5 دقائق بصراحة، بدي أستعرض الأمور بسرعة شوي لأنه عنده محاضرة بعديها للأسف. فبكل بساطة معطيك two vectors A اللي هو معطيني عبارة عن 1.3 - 1، والثاني راح يكون عبارة عن 2.01. أوكي طيب شو بالأخير؟ هو بده two normals. normals بدك توجد الA cross B وتقسمه على طوله، فبالتالي شو راح يكون الA cross B؟ فواحد منهم راح يكون A cross B، وواحد منهم B cross A أو A cross B بس بضربه بسالب. راح يكون عبارة عن كونه معطيني إياهم باللغة هاي مشان أري على حالي، راح أحط هون شرطة، راح أحط 1.3 - 1، وراح أحط 2.01، وراح أحط هذا القوس داعي. بعدين بدي أحط هون، ومشان اللي قبل شوي سألني بدي أحط احتياطا إشارة سالب هون، معامل الإحداث الثاني معامل جي. فبالتالي راح أشطب الصفات وعامود، وخلص انسى الصف اللي فوق أصلاً شطبته، بس بدك تشطب العامود هذا، راح تصير 3 - 1 - 0 - 3. بعدين بدك تشطبها راح تصير 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3، وفي إشارة سالب من القانون. بعدين بدي أشطب هاي، بدي أعطيني 0 - 6 - 6. خلصنا. هذا واحد منهم. الثاني راح يكون عبارة عن مين؟ بس شو بقول لي؟ هو بده إياه يونت، فاليونت راح يكون عبارة عن اليونت تاع الـ A cross B، يعني راح يكون عبارة عن مين؟ الفكتر على طوله، طول هذا عندي تربيع 3.9، وتربيع 3.9 هذول 18، وتربيع الـ 6.36 والـ 18 حطوا 4.54 صح؟ فأجد الـ 54 إذا أنا مش غلطة. آسف بعتذر. راح تعطيني الفكتر على طوله اللي هو 1/54 في 3 - 3، تأكدوا من الحسابات وراي عودوا، -6. اليونت الثاني
راح يكون U of B cross A أو اللي هو ناقصه يعني ما فيش مشكلة يعني نفسه راح يكون A cross B بس بتضربه بإشارة سالب يعني راح يكون عبارة عن 1 على جذر 54 في ناقص 3 6 اوكي شباب عملية بسيطة جدا ما بتهاش شيء اوكي هاي انا وجدت تو فيكتورز بكون معامدات او تو يونت فيكتورز معامدات على المتجه على المتجهين A و B اوكي السؤال اللي بعديه من 23 الى 26 بيقول لي find a unit vector n شو قصة اليونت فيكتور n هذا هذا اليونت فيكتور n بيكون عامودي على البلين البح والثلاث نقاط هذول النورمال عمودي على البلين البحوي البي والكيو والار اوكي النقاط طبعا 23 بدي اياها يعني النقطه الاولى عباره عن 0 1 0 النقطه الثانيه ناقص 1 1 2 والنقطه الثالثه 2 1 ناقص 1 وبده كمان مطلوب بيقول لي find the area of the triangle مساحه المثلث اللي الزوايا او رؤوسه البي والكيو والار خلينا نروح على الوايت بورد بتاعنا على السريع اوكي بدي اقسم اللوح شوي هون لانه عندي شغلتين بدي اساوي هنا شباب بدي مساحه مثلث وبدي المطلوب مني خلينا نقول اكتب لكم المطاليب اول مطلوب مني بدي اوجد find n والn هذا unit normal unit unit vector وبكون معامد على البلين البحوي b q و r هذا المطلوب مني وهذا بدي اياه unit يونت مش قضيه بعد ما وجده بوجد طوله بقسم عليه وبعدين البي بده اياه اريا اوف مثلث عندك بي كيو وار هذول راح يكون الرؤوس العمليه بسيطه جدا يا شباب اول واحده انا بعرف انه الكروس برودكت عمودي على هو شو بقول لي بدي اياه عمود على البلين بحوي الثلاث نقاط هذا خليني اكبر الرسم شوي ونشوفه مع بعض هذا عندي البلين بتكلم عنه فيه نقطه اللي هي البي بعدين في نقطه اسمها كيو بعدين في نقطه اسمها ار بغض النظر عن احداثياتهم بعتذر انا تعلمت باول محاضره اني اشكل فيكتورز between these points فانا راح اشكل المتجه BQ اللي هو بيساوي والبي ار اللي هو بيساوي طبعا النقاط شو اللي اعطاني اياها هنا هاي البي اعطاني اياها عباره عن اذا بتذكر 0 1 0 والكيو اعطاني اياها عباره عن ناقص 1 1 2 والآر أعطاني إياها عبارة عن 2 1 ناقص 1 إذا بتتذكر تشكل البي كيو يعني بتأخذ الكيو ناقص البي هاي راح تكون الكيو ناقص البي عبارة عن ناقص 1 ناقص 0 ناقص 1 1 ناقص 1 0 2 ناقص 0 2 والثاني راح يكون بين بي وكيو يعني بين كيو بي وار باخذ ار ناقص كيو
2 ناقص 0 2 1 ناقص 1 0 ناقص 1 ناقص 0 ناقص 1 هذول 2 فيكتورز بدك نورمال او بدك الكروس برودكت تاعهم او بغض النظر ناقص على فكره ما في شيء بيحدد انه وين كي لانه البلين له طبيعه معينه هذا الكروس برودكت لانه عمودي بديش احط لفوق طبعا لسبب بسيط جدا انه عندي هذول راح اخرب عليهم فانيهاو راح يكون هذا اللي هو عباره عن مين بي كيو مثلا كروس بي ار طبعا برسمي زي هيك مش غلط تاخذوا سالب هذا لانه كثير احيانا احنا تعارفا ان اللي فوق موجب واللي تحت تو سالب كون حاطه الافقي زي هيك ولو انه البلين مش هيك شكله اصلا شو الكروس برودكت اللي هنا يا شباب الكروس برودكت راح يساوي اللي هو زي ما سوينا قبل شوي حط لي خط هون راح يكون اول احداثي ناقص 1 2 ثاني احداثي 0 0 ثالث احداث 2 ناقص 1 واذا سويناها على الصريع هاي راح تساوي لي الاي بشطب هذول ما دام هذا صفر راح يطلع صفر الجي بشطبها بس دير بالك الجي لازم ياخذ اشاره سالب هذا بينشطب فبتصير 1 ضرب 1 1 ناقص 2 ب 2 اللي هي 4 يعني ناقص 3 وفي ناقص من القاعده راح يجيني 3 بعدين بشطب هذا كونه في عندي هذا صفر هذا راح يطلع صفر جربوا فعلا راح يطلع معي هيك طيب هذا راح يكون البي كيو البي كيو كروس البي ار طوله راح يكون النورم له النورم راح يكون 3 وحدات النورمال اللي هو طالبه مني قدروا نحل على الزاويه هاي النورمال اللي طالبه مني راح يكون فعليا اللي هو هذا اللي طلع معي 0 3 0 مقسوما على طوله بس طوله هذا 3 وحدات جربوا وشوفوا طلعوا طوله سهل كثير لانه بس عندي 3 مربعات تحت الجذر راح تطلع 3 واللي هو فعليا اذا بدك تطلع عليه راح يكون 0 1 0 واللي هو الجي هذا خلاص خلصنا بده واحد ثاني هذا واحد الثاني راح يكون عكسه بالاشاره ديروا بالك لو طلب منك 2 الثاني راح يكون عبارة عن صفر ناقص واحد صفر اوكي شو الاريا للمثلث الاريا للمثلث بسيطة جدا يا شباب في قاعدة اذا انطلب مني اريا اوف ذا ترينجل اللي بالرؤوس الثلاث نقاط هذول راح تكون الاريا بكل بساطة عبارة عن نص طول الكروس برودكت للبي ار كروس بي كيو طبعا بي كيو بي ار بي ار بي كيو ما تفرقش لانه نورم بالاخير عندي قيمه موجبها اوكي يعني بتاخذ بتشكل الفيكتور اللي بتوين هذول التو الثري بوينتس انت لك الخيار يعني شلون تشكلهم جزء واحد يقول بدي الار بي والكيو اسف تبدا بنقطه واحده بتقول بجوز بدي الار كيو والار بي ما فيش مشكله بجوز واحد يقول بدي الكيو بي الكيو ار ما في مشكله انت تشكل تو فيكتورز منهم تعمل لهم كروس برودكت باي ذا واي يعني كل لازم يطلع الجواب صحيح بس هذا الطول احنا حسبناه طولها ثلاث وحدات قبل شوي حسبته فراح تساوي 3 على 2 ضلوا متذكرين ان الطول هذا لما حسبته من هون كان ثلاث وحدات شباب طول المتجه اوكي انا صح بجوز كتبت بي كيو بي ار هون عكستن بس عادي يعني هنا عكسن بشارة سالب ما هو فلما تحسب الطول راح يضل نفس الطول anyway مش قضية فبالتالي الاريا للمثلث راح تكون 3 على 2 او ماي جاد شباب خليني بس بعد اذنكم اعطيكم شيء بسيط للسؤال الاخير find the volume of the parallel pipe with the edges اتحملوني ثواني اوكي البارالل بايب وذ ذا ايدجز هذول الايدجز بتساوي الكروس برودكت الاثنين وبتعمل دوت برودكت مع الثالث وبتاخذ المطلق اوكي خلينا نحل لكم اياها هون على السريع هذا بدك تشكله زي ما سوينا من او بي بعدين او كيو او ار بدك 3 فيكتورز بشكل 3 ايدجز وبتحله ما مع مجالي نحل لكم اياها لانه محاضرتي الثانيه بدت للاسف
هذا شو اللي بتساوي بسرعه؟ اللي بتساوي بتوجد الكروس برودكت لهذول الاثنين. الكروس برودكت لهم راح يكون عباره عن معاملات الاي راح يكون 1 0، معاملات الجي هون ناقص 3 2، بعدين معاملات الكي 1 وناقص 1. توجد الكروس برودكت اللي هو عباره عن 3 ناقص 2 3، بعدين ناقص 1 تصير 1، بعدين 2. بعد ما توجدوا هذا تعمل له دوت برودكت مع الثالث، بتقول بدي اعمل دوت برودكت بين الثلاث والواحد والاثنين مع الثالث اللي اعطاك اياه الثالث ثاب، اللي هو 1 1 1 1 ناقص 2. لما اعمل الدوت برودكت راح يساوي للدوت برودكت الهن 3 ب 1 3 و 1 ب 1 و 1 بيطلع المجموع 4، وهون 2 بناقص 2 راح يطلع 2، فبالتالي هذا راح يطلع عندي بيساوي 0. شو معنى هالكلام يا شباب؟ مع اني اشك انه حسابي صحيح، والله يتأكدوا من الحسابات. عودوا 1 1 ناقص 2 3 و 1 4 ناقص 4 0 بالضبط، بالله يتأكد عودوا من هذا. شباب إذا سويتوا هاي الحركة، إذا سويتوا هاي الحركة بيطلعوا 3 vectors بنفس البلين. إذا طلع عندي دائما، إذا قال لك مثلا كوبلانر، كوبلانر يعني بالشركن بنفس البلين. إذا قال لك بين إنه هذول الفكتورز كوبلانر يعني بالشركوا بنفس البلين، بيساوي كروس برودكت الاثنين وبتعمل دوت برودكت مع الثالث، إذا طلع صفر بيكونوا كوبلانر. أوكي، معناته هذول ما بشكلوا عندي برا البايب. بس تأكدوا لي من الكروس برودكت هون، بالله 1 0 ناقص 3 2 معامل جي 1 1، فأنا بدي ألغي صفة وعامودها، راح أضرب هاي بهاي راح تصير 3 ناقص هاي الغلطة اللي عندي، هاي 1 هاي 1، فبالتالي هاي 1، فبالتالي 1 ب 1 1 1 ب 1 1 بجمعهم 2، وهذول ناقص 4 مجموعهم ناقص 2، وبدي الفوليوم، الفوليوم باخذ المطلق لها، الفوليوم بتساوي مطلق 2 او سالب 2 واللي هي بتساوي 2 يونت، طبعا كيوبيك يونت، كيوبيك يونت وحدتين حجم. بعتذر منكم والى اللقاء ان شاء الله، اعذروني عندي محاضره فمضطر اني اروح.